السلام عليكم. اولا قبل ما نبداو الحلقه شكرا للتعليق ديالكم اللي واعرين بزاف اللي كيحمسونا باش كل سيمانه نعملوا باسيو جديد. الباسيو ديالنا ديال اليوم غيكون في اكبر مغاره في افريقيا، مغاره طنجاويه مغربيه بنكهه اغريقيه. الباسيو ديالنا ديال اليوم غيكون في مغاره اساطير، مغاره هرقل. المغاره اللي كاينين فيها دابا هي مغاره هرقل، مغاره اللي كاينه في طنجه شمال المغرب، اللي هي اكبر مغاره في افريقيا اللي تم اكتشاف ديالها سنه 1906. والعمق ديال هذه المغاره كيمتد 30 متر في بطن الجبل، وتم الافتتاح ديالها في وجه السياح سنه 1920. وعرفت مغاره هرقل زياره العديد من الشخصيات السياسيه والفنيه من مختلف دول العالم، ومنهم الكاتب الامريكي الشهير بول بولز، ورئيس الوزراء الاسباني السابق خوسي رودريغيز ساباتيرو. بزاف ديال الروايات والاساطير اللي كتدور على مغاره هرقل. واحد الروايه كتقول ان هرقل كان مسجون في المغاره، واحد النهار حاول يهرب منها، ضرب الحيط بقوه اللي سبب ثقب كبير اللي رجع كيشبه بحد كبير خريطه افريقيا، وبعد هاد الضربه انفصلت القارتان الافريقيه والاوروبيه. بطبيعة الحال هذه كتبقى مجرد روايات واساطير. خليونا تتم في التعاليق الروايات والاساطير اللي كتعرفوا على هاد المغارة. حتى هنايا كيكون حتى الباسيو ديالنا ديال اليوم. كان معكم ايوب جباري، نتلاقاو في فيديو جديد وباسيو جديد ان شاء الله. السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.